I was tortured by police and they raped me 22 times. قعدت 3 ولا 4 شهور ما ندخلش لداري على خاطر تهجديت من اللي كانت جوست اونلاين فيرتويل للغيال، معناها للواقع للشارع، معناها وين انت تعيش. The policeman took screenshots of personal messages and also photos from my phone and make it evidence against me in court. في مواقع التواصل الاجتماعي أبلغ، ما كنت ألقي أي استجابة، وحتى اليوم يهددوني بالقتل.